السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي الأسئلة والإجابة أذكر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. ثم إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الشيخ مسلم عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا تفضل. بارك الله في عمرك يا مولانا. وإياكم. الله يكرمك. بارك مولانا، كان في شيخ بيتكلم على إن فودافون كاش معاملة ربوية، رأي حضرتكم في الموضوع ده؟ على حسب الصورة التي يتكلم فيها، إذا كانت فقط مجرد إرسال كيف تكون ربوية؟ وهي وسيلة لإرسال المال من شخص إلى آخر. يعني اللي أنا بعت لحضرتك 5000، المفروض أنت ليك عندي 5000، فأنا ببعت لك مثلا 5050، عشان أنت لما تيجي تسحب ال 5000 الشركة بتخصم 10 جنيه على الألف. طيب هذا أجر التحويل يا أخي، إيه اللي دخلها في الربا؟ ليست قرضا. الربا أنك تقرض شخصا قرضا فتشترط عليه أن تقرضه إلى أجل ويرد المبلغ مع زيادة، هذا الربا، ربا النسيئة. وأقول لك أتكلم للدين. خلاص يا حبيبي، مش عايز جدل والله يا أخي، الله يكرمك. قلت وقال ما لنا فيها والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بارك الله في صحتك. وفيك. عندي سؤالين في سياق متصل ببعض. السؤال الأول هو صفر كده، إذا قمت بتبرع بجزء من بمبلغ من المال لمسجد تحت الإنشاء، طيب، لا يجوز إن أنا أقسم المبلغ دوت من زكاة المال المستحق عليا؟ لا يجوز التبرع بزكوات الأموال للمساجد. تمام. طيب أنا يعني أنا بحكم عملي إن أنا تاجر، إن أنا يعني ببقى مداين مجموعة من الأشخاص وكده، فساعات بتعرض لموقف إن بيكون واحد من الناس ديت بتحصل له ظروف في حياته، فالمهم إن هو بحالته بتبقى صعبة ويكاد يكون من مستحقين الزكاة، فبتدخل أهل الخير بسامح في المبلغ اللي هو بيبقى ليا أنا على أساس. لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لابد من تمكين الفقير من الزكاة. هي تعتبر صدقة. صدقة لا بأس. تمام، شكرا لحضرتك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا أحمد بن ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي صيدلي، وهو كان شغال في شركة بس هو سابها، ودلوقتي هو المرتب الحكومي بس هو الدخل تبعه يعني، فهو دلوقتي المرتب ده بيكفيناش، وأنا بساهم في البيت أوقات، والوضع ده هو مش عاجبه ومتضايق منه، فهو عايز يسافر أستراليا لأن الدول العربية أو الخليجية أو كده ما بتشغلش حد دلوقتي، فإيه حكم إن هو يسافر بره يشتغل؟
والله كما قال يعني أظن أن هناك الفتنة، دينه لن ينمو هنالك، في الغالب في الغالب دينه لا ينمو، وأولادكم ستدفعون بهم إلى مدارس كافرة. إذا كنتم أنتم الحمد لله من الله عليكم بالإسلام والإيمان، أولادكم لا يعرفون كثيرا عن الإسلام والإيمان، فسيبدأون في التأثر، ونادر أن تجدين شخصا هناك حفيده مسلم. فيعني الصبر هنا أولى والله. طيب ولو المرتب ما بيقضيش أو اشتغل أي شغلة ثانية إضافية، وكل الناس تشتغل، كل الناس بيشتغلوا شغل إضافي آخر. جزاك الله الله خير. يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام كده. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. نسألك الدعاء بعد إذنك يا شيخ. الله يوفقنا وياك. بعد إذن حضرتك مش هطول، حضرتك أحكي لك حاجة بس على طول 60 ثانية كده إن شاء الله. يا شيخ أنا كان في علاقة ما بيني وبين واحدة وحب وكلام وبتاع والكلام ده من فترة من سنتين أو ثلاثة، رحت بعيت عن العلاقة دي وقلت حرام، إيه خليها في الحلال أفضل. فدلوقتي جه وقت الحلال وسلمت والدي عليها، والدي إيه والدي رافض إن أنا أرتبط بيها أو إن أنا أخطبها. وما السبب؟ يا والدي رافض ليه؟ قال لي دي بنت يعني ايه اعمامها مش كويسين وكده. طب يا بابا طب اخوالها كويسين واخوالها هم اللي بيودوها، لكن اعمامها منفصلين عنها، برضو والدي مصر على رايه. ما دلوقتي والبنت اخلاقها كويسه ومتدينه وبتحفظ قران وكويسه جدا. ما وصل دلوقتي ان هو يعني انا الحمد لله كويس جدا معاهم من سنين وما بوفرش معاهم في اي حاجه، اهلي كلهم. دلوقتي وصل الحال ان كل ما اكلم والدي يقول لي انا ولا انت ابني ولا اعرفك وانا متبر منك طول ما انت بتفكر فيها. لا يعني عفوا، يعني ما مدى السوء الذي في اعمامها؟ امامها ما بيصلوش، لكن هم منقطعين عن امامها وهم امامها ما بيودهمش، مش بيصلوا او مثلا مش موظفين، مش ميزات يعني ايه ميزات منصب او لا يعني مش حكايه منصب، المنصب يصبر عليه، لكن اخلاقهم عاليه، أخلاقهم طيبة أو تاركوا للصلاة فقط. أخلاقهم مش اللي هو ولا ناس وحشين ولا ناس متدينين للدرجة، عاديين. طب والله أنا أنصحك تحل المشكلة مع والدك كنصيحة. طب يا شيخ ما دلوقتي والدي يرافق، كل ما أجي أتكلم معاه يقول لي ولا أنت ابني ولا أنا أعرفك، مع إن أنا عمري ما قصرت معاهم في أي حاجة أبدا، وبقول لهم ده أنا يعني جزمتكم فوق راسي. طب سؤال، يعني هل والدك يريد لك الخير أو يريد لك الشر بتصرفي هذا؟ يريد لي الخير يا شيخ. طيب خلاص معلش، تحمل على نفسك وابحث عن امرأة. يعني انا دلوقتي ابعد بعيد عنها واخليهم هم يتجوزوني؟ لا انت تزوج برضه، بس واحدة تكون انت تحبها ايضا، لكن اهلها طيبون ما فيش مشكلة، بدل ما نسبب قطيعة. انت تريد ان تصل مع البنت وستقطع مع الوالد. لا خلاص، ولو كان قلبي معلق برضه بالبنت يا شيخ هسيبها. والله ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا التعلق ما دمت ضمن. تسعى لبر الوالد. شكرا جدا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم، كيف الحال مولانا؟ الحمد لله بخير الحمد لله. بعدين حضرتك احنا بنصلي في مسجد جنبنا في الكهف الصلاه فيه، يعني ففي اخ بعد صلاه العصر قال لي انا عايز انبهك ان القبله في المسجد ده مش موجود. انا طبعا في المسجد بقالي فتره كبيره. يعني كم يعني كم الانحراف؟ والله هو استدل بالبرنامج اللي هو بيبقى على التليفون دوت، مش عارف مدى صحته ايه الصراحه، فيها مثلا حوالي مثلا بالتقريب كده حوالي 20 25 مره. 25 درجة كبيرة، لا لازم تراجعوا، راجعوا مراجعة دقيقة شوي. هل يلزم عليا المراجعة ولا غير مسجد وخلاص ولا لا 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 راجعوا حتى لصحة صلاة الناس. طيب ما انا خايف برضه ان مثلا بعد المراجعة يحصل بلبلة بقى في المسجد. والله يعني انا ما احب لكم ان تصلوا منحرفين عن القبلة 25 درجة، لا يجوز لكم ذلك. مش متأكد من 25 درجة يعني. طيب اضبط، ما انا قلت لك يا اخي الكريم، لو قلت لك اضبطوا القبلة بس. يا الله ماذا اقول لك؟ انا مش في
مثلا نسبه سماحها لهم لو يعني 5-10 متحمله، لكن 25 درجه لا ابدا. سمايك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك يا رب. وياك. مولانا انا موجود في دوله بره مصر، واحيانا بحتاج احول فلوسي من دولار لمصر، فبعطيها الواحد وبيديني الفلوس بعدها بيوم عشان احصل سعر افضل مثلا لاهلي في مصر. هل ده كده تقابض ولا في هنا احد اتجاهين يسلكان، او احد الاتجاهين يسلك، اما انك توكله في ارسال المبلغ وتحويله، او تحويل المبلغ وارساله الى دولتك وياخذ اجر التحويل والارسال. يعني نقول له هذا الالف دولار انا موكلك ترسلها لمصر وتغيرها لجنيهات، ف ولك عموله كذا وكذا. اما اذا كنتم تريدون بيع العمله فلازم بيع العملة يكون يدا بيد، أنت تستلم منه في دولتك ومندوبك يسلم مندوبه في دولته في الحال. هذا يصعب عليك فسننتقل إلى الوكالة. تمام يا مولانا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحمد لله، تفضل. حركة انا طالب في كلية زراعة، ويعني المفروض عشان يعني لما اتخرج يعني مؤهل ان انا اشتغل لازم ان انا انزل اتدرب في المزارع وابيت في المزارع والكلام ده. فانا والدي مش مقتنع بالكلام ده وقال لي لا ما تروحش تدريب والكلام ده، ويعني هو مش مقتنع ويعني وجهة نظره غلط. يعني هو بيقول لي حتى اقعد واتعلم من النت والكلام ده، والكلام ده ما ينفعش يعني. ايوه لا ما يلزم، ما لا تلزم طاعة الوالد في مثل هذه الامور. طيب انا ما ساعتها ما صحيت الصبح ورحت المزرعه وبعد كده الدنيا مشيت، لكن يعني ايه ان انا خرجت من البيت من غير ما اقول. لا ما في مشكله، ما فيها مشكله ان شاء الله. طيب هل ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في الجلسه بين السجدتين كان بيرفع صباعه؟ لا روايه شاذه. طيب انا والدتي الحمد لله يعني ايه مقتدره شويه ومعاها فلوس، فاحتاجت في مرة انها تعمل يعني ايه عملية بسيطة يعني منظرة على المعدة، فهي استسهلت او يعني استرخصت او يعني عشان نوفر وكده تروح وراحت وعملت في التأمين الصحي عشان يعني بيعملوا ببلاش وكده. لكن التأمين الصحي حضرتك عارف اكيد يعني ان هو ايه حاجة يعني سيئة واهمال وبنقعد وقت طويل جدا، فكنت انا يعني كان ممكن نروح مثلا للدكتور مرة. السؤال بس يا بالله عليك اختصر لي السؤال. ما السؤال؟ ما السؤال؟ ان انا هل ينفع ان انا اقول لها ان انا مش هاجي معاكي مثلا لان عشان موضوع الانتظار والكلام ده والبهدله والكلام ده؟ طب وهذا عندك بديل انت احسن؟ البديل موجود، بس عشان يعني هي وجهه نظرها ان احنا نوفر الفلوس يعني بدل ما من اللي هيدفع الفلوس انت ولا هي؟ في البديل هي اللي هتدفع في البديل. هي ما البديل هي معاها. لا ما تشقش عليها، لا تشق عليها، روح مع امك للتامين الصحي ما دام هذه رغبتها. السلام عليكم. السؤال نمت ما مش فاهم السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. في بعض الدراسات في علم النفس بتتكلم عن تأثير الألوان على الشخص المستقبل ليها، فمثلا يقول اللون الأصفر بيجذب الانتباه فيجعله التاكسي باللون الأصفر، اللون البرتقالي بيحفز غريزة الجوع. دي أمور مردها الأهل الخبرة. بالظبط. فهم بيقول يعني إن بعض الألوان بيبقى ليها تأثير معين على الشخص اللي بيراها، فمثلا اللون البرتقالي. والله دي ما علم له أهله. يزيد الجوع مثلا. في كتاب الله انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. مظبوط. واوردوا كلاما فيه لا يزال لكن كلام بشر، لا يزال الرجل منشرحا ما دام يلبس النعل الاصفر، لكن ما عندي نصوص في هذا الباب الا ما ذكرته لك. على استفاده خصوص حاجه ثانيه، يعني من احد الدراسات يعني مش دراسه واحده كذا دراسه بتتكلم ان اللون الاحمر يهيج
في ملابس النساء ايوه يهاجم الرجل زي الثور الاحمر، مصارعة الثيران يعني، مصارعة الثيران. لا هما بيقولوا يعني انها بتثير غرائز الرجل. المهم السؤال بس اختصارا، هذا علم ليس تخصصي. لا السؤال اللي انا بسأله يعني، هما بيقولوا ان دايما، يعني انت عايز تجيب لزوجتك قميص نوم احمر، ما فيش مشكلة. لا انا قصدي الخروج في الشارع بملابس لونها، يعني زي ما في امرأة تخرج بثياب حمراء في الشارع، ماذا لو كانت فضفاضة واسعة يعني نرى. السلام عليكم يا شيخنا، الله يكرمك. عبد الرحمن، ممكن تغير لي اللون الأصفر بس، لأن آذي عيني بس. كيف يغير اللون الأصفر؟ كما يقول الأخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عامل يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. بحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا ريت تدعي لي كده بالتوفيق. الله يوفقنا وإياكم، سلمنا وإياكم. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وإياك، تفضل. سمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أنا كلمت حضرتك من شوية بخصوص السؤال، إن أنا لو اتبرعت المبلغ من المال لمسجد واعتبرته من الزكاة، وحضرتك قلت لا يجوز. طبعا لا يجوز إخراج الزكاة لبناء المساجد. طيب هو من مصارف الزكاة السنانية وفي سبيل الله. الجهاد وتوابعه، نعم، الجهاد وتوابعه، يعني ده ما يعتبرش في سبيل الله بالنسبة لا لنا. الجهاد وتوابعه. لا، بناء المساجد ليس في سبيل الله، نعم. والمستشفيات والطرق وطبع الكتب والفضائيات والقنوات الفضائية، كل هذا ليس في سبيل الله. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مصطفى. تفضل. لو سمعت يا شيخ مصطفى، في أخين كانوا يعني عاوزين عندهم مسألة في الميراث، وعاوزين ياخدوا ميعاد مع حضرتك بكرة لو بعد الدرس مثلا، هل البخاري 5 دقايق هل متاح؟ لا والله ما هو متاح، لأن بعد الدرس بنستريح شوية حتى نخرج للبث. طيب هل في وقت آخر، لأن هم يريدوا المسألة أمام فضيلتك يعني؟ ياخذ زمن كم تقريبا من وجهة نظرك؟ نعم؟ ياخذان زمن قدره كم؟ ياخذان ما يتيسر لك يا مولانا. لا مش ما تيسر، ما هو متيسر ولا دقيقة، احنا بنقتطع قطعا من أوقات العمل، فشوف لا ياخذ وقت كم؟ يعني إذا كان مثلا ياخذ 5 دقائق 10 دقائق، أقول لك تعالى الساعة 2 ظهر 2:30 ظهرا ونخلص. طيب 10 دقائق. ماشي، الساعة 2:30 ظهرا إن شاء الله غدا. مفيش مشكلة يا عبد الرحمن، ما في مشكلة لإزالة اللون الأصفر. الإخوة والأخوات الله يحفظكم، لو في طريقة الشاشة صفرت كده ما ندري كيف نزيل الصفر للبياض. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، هل يجوز الحديث بتاع لا تبرك كما يبرك الإبل؟ هيه؟ لا تبرك كما يبرك الإبل. في نزول السجود يعني؟ لا يصح. نعم نعم. لا يصح. لا يصح انك تنزل يديك اول ولا رجليك اول يا شيخنا. شوف، كل ما ورد في الباب مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف، لكن اخذ الجمهور برأي عمر رضي الله عنه انه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. لما فقدت الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا فاروق أبا مصطفى، حفظك محمد حسين، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بسأل حضرتك، لو أنا حاسس يعني حد من عيلة مراتي عامل عمل بالتفريق، أنا الحمد لله محافظ على أوراقي، محافظ على صلاة الخمسة، ومحافظ على ورد. لا تلتفت لهذا ولا تفكر فيه، أعرض عنهم وتوكل على الله مع الدعاء، وقر المعوذات على نفسك. بارك الله فيك.
مرحبا يا شيخ علي الجايدي، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، وأنا أحيانا بدخل أصلي إمام في المسجد، في يعني ناس بيني وبينهم خلافات، ما بيرضوش يصلوا ورايا، يعني بيروح البيت ما بيصليش ورايا. فأنا يعني من المنطق ده بقول يعني إن أنا هل الأفضل إن أنا مصليش إمام تاني؟ ما دام في خلافات وناس رفضاك وناس قبلك، ابتعد، غيرك يتقدم عليه، يجتمع الناس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ هل موضوع الأذان لازمين تكفى؟ هل إيه عفوا؟ الأذانين بتاع صلاة الجمعة. أذنان بعد صلاة الجمعة؟ لا، الأذنان بتاع صلاة الجمعة إنه بيأذن في نفس الموعد بتاع الأذان الظهر، وبعدها مثلا 15 دقايق بيروح يأذن الأذان الثاني. لم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان شيء من ذلك في زمن عثمان، لكن كان يرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء في السوق لإعلام الناس باقتراب الوقت. الآن الساعات تقوم نفس المقام. قبل موعد الأذان صح؟ نعم؟ قبل موعد الأذان الأساسي يعني. وقبل ما عددنا أو الجمعة. أنا ما أنا فاهم سؤالك، قلت لك الأذنين للجمعة الذي كان على عهد رسول الله، أذان عند صعود الخطيب المنبر والثاني هو الإقامة. استحدث عثمان أذانا. سيدنا عثمان أخذ أذانين. نعم. سيدنا عثمان رضي الله عنه أخذ أذانين. ايوه عثمان اذن اذانين، لكن الان اللي يفعلون لكن المساجد اللي جنبنا بتاذن في نفس الموعد الظهر. ما هو خلاف السنه، لا سنه عثمان فعلوا ولا سنه رسول الله فعلوا. اللي هم بيصعبوا بالوقت. نعم الله يسلمك. مرحبا عبد الرحمن بن ياسر صيام. ابلغ الوالد السلام. السلام عليكم. نرجو من الإخوة إفادتنا كيف الشاشة الصفراء تتحول إلى بيضاء، لأن الشاشة صفرت معنا فمؤذية للبصر، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمح لي أسأل السؤال بشكل مباشر، أنا اللي كلمت حضرتك من شوية بخصوص الألوان، السؤال بشكل مباشر، أختي اشترت إبناء وهو واسع فضفاض وتريد أن تخرج به، وأنا أرفض لأنه لونه أحمر، لأني قرأت بعض الدراسات اللي بتقول إن اللون الأحمر مؤثر على الرجال. ده السؤال باختصار. يعني هو اللون الأحمر شكله إيه؟ مش فاهم. لافت للأنظار؟ أحمر نبيتي يعني. لا يعني غير لافت للأنظار، إذا كان نبيتي يكون غير لافت للأنظار. يعني هو أقرب للأحمر يعني، ده اللي أقصده يعني. والله عموم النظرة هي التي تفيدنا. يعني إذا كان لافت للأنظار ما الحكم؟ إذا كان لافت للأنظار الله لا يحب الفساد. جزاكم الله خير. الله يجزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا العزيز؟ الحمد لله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا سمعت لك فتوى. قول شيل الكبل وحطه تاني يا عبد الرحمن محمود أبو زيد. اتفضل يا شيخ. سمعت لحضرتك فتوى تقول فيها أن في جواز حلاوة المولد. طب حلاوة المولد حرام ولا يعني؟ لا يعني يعني أنا أرى أنها بدعة. بدعة؟ شيخنا هو نعم. الحلاوة ايه دخل الحلاوة بالبدع؟ الاحتفال بالمولد النبوي هو الذي لم يرد عن عهد هو شيخنا اغلب من ياكلون الحلاوة في هذا اليوم يربطوه بالمولد ويخصصوه هذا الحلاوة في المولد فقط ولا ياكلوه طوال العام. والله اذا انت شايفها بدعة ما تاكلش منها، لكن انا لا اراها بدعة. اعني الحلوى، والناس تتوق انفسهم الى الحلوى وتتوق انفس اولادهم الى الحلوى، فاذا اشتروا لا ياثمون فيما ارى والله اعلم. السلام عليكم. نفس الشيء. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طفأناه وشغلناه ثاني يا أخ دينار. أمرك بالمعروف. السلام عليكم. إزيك يا
ازيك يا مولانا، اخبارك ايه؟ ربنا يديك الصحه الحمد لله بخير. سمحت يا مولانا، في حصل مشاده بيني وبين زوجتي، كنت عاوز راي حضرتك فيها والحب. طيب وبعد؟ اللي كان حصل مشاده، فالمهم انا قلت لها عليا الطلاق من تراحة لوالدتك بكره، ولو رحت تبقي طالق بيه الطلاق. تنوي الطلاق؟ ايه؟ تنوي الطلاق؟ كنت ناوي كده، وقلت لها بعدها، قلت لها انت طبعا انت عارفه ان انت لو رحت كده هنبقى خلاص انفصلنا. وحصل عندي تاني يوم وراحت. وانت كنت ناوي الطلاق فعلا ليس التهديد؟ ايوه. على راي الجمهور محسوب عليك تطليق. ندخل على الاعدادات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، هو ما معنى كلمة المخلصين والمخلصين في الليل القرآن؟ المخلص والمخلص. الفرق بينهم المخلص يعني. المخلص استخلصه غيره، والمخلص فعل نفسه. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي مسألة في الميراث. تفضلي. والدي الله يرحمه كان اشترى شقة بالتقسيط ودفع نص المبلغ والباقي على الإيصالات. اختلف مع الجمعية اللي اشترى منها الشقة على إن هو المفروض يبقى ليه نسبة في الأرض، وهم ما كتبوش نسبة في الأرض في العقد، فامتنع عن دفع الإيصالات. الجمعية رفعت قضية في المحكمة، ووالدي توفي الله يرحمه، واحنا ما دفعناش الأقساط. بعدين حكمت المحكمة بعد 12 سنة ان احنا ناخد فلوسنا 150,000 والجمعية تاخد الشقة. كيف نبيض الشاشة يا محمد؟ حضرتك سامعني؟ اي سامعك. المحكمة حكمت ان احنا ناخد 150,000 والجمعية تاخد الشقة. فجاء اخويا قال ان احنا كده خسرنا، يعني ان احنا ناخد فلوسنا هي بعد 12 سنة، وخلصها ودي مع رئيس الجمعية ودفع على 150 400. فدلوقتي احنا عايزين نبيع الشقة، الشقة جايبة مليون، فهي دلوقتي تتوزع ازاي؟ والله يعني تتكلم على الفلوس الحرام يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش حرام، هو دلوقتي بنتكلم ان احنا ان والدي الله يرحمه دفع 150 من اصل الشقة، واخويا جه خلصها بعد حكم المحكمة. المحكمة حكمت ان احنا ناخد ال 150 بتاع والدي وهم ياخدوا الشقة. حضرتك سامعني؟ تاخد ال 150 اللي والدك دفعهم، ومن الذين ياخذون الشقة؟ الجمعية، صاحب الشقة اللي هم. طيب ال 150 اللي دفعها والدك تقسم قسمة ميراث. نعم؟ يعني انت لخبطتيني الاول، يعني قلت زادت 400، يعني 450 يعني تبقى 550. رجعت أيوة. ثاني اسحبي هذا الكلام. انت تقولين الان المحكمه حكمت بحكم، خليكم مع حكم المحكمه. ما هو دلوقتي احنا خلصنا الشقه، اخويا خلصها بقى. دفع مع مش كان بكم؟ كان خاصه؟ كانت بكم الشقه؟ هو كان المفروض ان ال 150 اللي والدي دفعهم ده كان النص وباقي النص. خلاص اذا كانوا يوازوا نص الشقه واخوك دفع النصف الاخر، الان تقاوم الشقه نصفها لاخيكم ونصفها للورثه. يعني ال 400 اللي اخويا دفعهم خلاص زي ما قلت لك اجمال القول. يعني انت تقولي ال 150 اللي دفعها والدك كانت تعادل النصف. نعم. نصف الشقة، والنصف الآخر كان تقسيطا ولا كان إيه؟ لازم نسمع عن قرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. اتفضل، الله يحفظك. بارك الله فيك يا شيخنا، والله نحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك يا شيخ. عايز حضرتك يا شيخ أقول لحضرتك
هي رؤية للنبي، مش هقول لك على الرؤية يعني عشان وقت حضرتك، انا اقول لك على الوصف النبي عليه الصلاة والسلام اللي انا شفته، قول لي هو ولا مش هو. اتفضل. اما اقول هو اولا يا شيخ، هو صلى الله عليه وسلم اللي انا شفته يعني شديد البياض، تمام، جبهته عريضة، لحياته شديدة السواد، وشعره كثيف اللحية وحالق للشارب، وأنفه عليه الصلاة والسلام ليست كبيرة وليست مستديرة، يعني مش كبيرة يعني، تمام. والله التوصيف كاملا لا يحضرني الآن لأن في بعض المخالفات فيه أنت تذكرها، فعلى العموم أجيب بإجابة تنفعك وتنفع غيرك، تنفع غيرك. الذي يقول إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، لذلك ضوابط: أولا أن يكون المخبر صادقا، ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية يعني ناحية الشكل والخلقية، ثالثا حضرتك يا رب ربنا يبارك في حضرتك يا رب. قسى قلبي يا شيخ. نعم قسى قلبي. نعم قسى قلبي. استغفر ربك وأوفي بالعهود مع الله، فمن أسباب قسوة القلب نقض العهد مع الله. هذا بيضت الحمد لله. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم استغفر نصفها إلا ثلثها إلا عشرها. الحديث ده صحيح يعني يا مولانا؟ حسن حسن. نعم. طيب هل الوضوء داخل مثلا في درجات الصلوات ديت او كده يعني، ولا او احسان الوضوء اصباغ الوضوء وكده ولا؟ والله في جمع العلماء بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في ان صلاة الفرض في جماعة تعدل 27 درجة، وفي رواية 25، وفي رواية 23، وفي رواية 21، قالوا فيما قالوه في هذا الصدد، هذا مترتب على إحسان الوضوء وإحسان الصفوف وإحسان التلاوة وغير ذلك، ولا مؤثرات في إيه الأسباب المعينة للخشوع في الصلاة يا شيخنا، لأن الوضع العام نسيان في الصلاة. أولا أن تسأل الله أن يرزقك الخشوع، ثانيا لا تصلي وأنت تدافع الأخبثين البول الغائط، ثالثا لا تصلي في مكان فيه تشويش فيك. طب سؤال معلش، بالنسبة لصحة حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات حين يصبح وحين يمسي كان كعدل 10 رقاب يعني؟ 4 رقاب. السلام عليكم. هل هي 3 أيام؟ اعلم انه لم يرد عن رسول الله. اشهد الله انه احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. شيخنا بعد اذن فضيلتك لي سؤالين. اسأل تفضل. السؤال الاول يا شيخ، 2 دخلوا المسجد للصلاة في جماعة. اي نعم. فاحدهم يحفظ القرآن كاملا والاخر يحفظ تقريبا نصف القرآن. نعم. حافظ القرآن الكريم كاملا صلاته سريعة جدا لا تكاد تدرك معه ركوع ولا سجود ولا أي جزء من القرآن، والآخر صلاته حسنة، فأيهما أولى بالإمامة؟ الذي صلاته حسنة، لأن الرسول قال لا يتقن الركوع ولا السجود صلي فإنك لم تصلي. السؤال الثاني يا شيخ بعد إذن فضيلتك. نعم تفضل. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يدخل في هذا الحديث؟ يسلم الخبر من العلل. نعم ماذا عندك تفضل. هل يدخل فيهم من يجتهد في شخص كان مواظب على الصلاة ثم انقطع عنها لسنوات وبعدين هداه ربنا ورجع للصلاة، يعيد الصلوات التي فاتته؟ طيب هي عددها غير معلوم بالنسبة له بالتقريب؟ بالتقريب يعني زي السنين اللي قطعها نفس القصة نفس عدد السنين. نعم يعني. نعم لكن شوف يعيدها على الوجه المتيسر له. تمام.
طب ولو كان مثلا في عجز او نقصان ربنا بيتجاوز عنه ان شاء الله. ربنا كريم، كل البث سيء جدا، البث غير منتظم، مش عارف ايه الموضوع. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. انا الذي سألت الان شويه الخط قطع في قصر الصلاه، لكن اولها البث مش مظبوط. نعم الخط قطع عليا من شويه وانا بسأل في مسأله قصر الصلاه المده. اتفضل. كنت بستفسر بس هو دلوقتي قصر الصلاه 3 ايام اقصر صلاه ثم اتم، ام اذا نويت اقل من 3 ايام اقصر واذا نويت اكثر اتم من اول يوم؟ قلت لك كثيرون من اهل العلم يقولون تقصر 3 ايام على كل حال اذا كنت ستزيد وبعدها تتم. يعني تقصر 3 ايام هتنقص 10، تقصر 3 والسبعة تتم، ده خلاص ده كلام عدد من العلماء بس. تمام. اذا تلخصت مثلا بقول ابن تيميه ان انا طالما انا مسافر حتى لو قعدت خلاص شهر. يا حبيبي يعني لو جلست سنه تقصر؟ هل هذا تصبح مسافر؟ إذا نويت الإقامة سنة شهر مثلا، رايح مثلا شهر أجازة معينة. أصبح بس طيب. والله يا أخي أنا جاوبتك على المسألة، قلت لك ما عندنا نص إلا أن الجمهور يقولون 3 أيام بعدها تزيد، بعدها تتم، وهي استنباطات. بارك الله فيك. البث قطع كثيرا يقولون استقام البث. ما رأي البث أيمن السطيحي يقول البث ممتاز الله يوفقه. مش عارف تعليقات الإخوة دي قديمة اللي. أي تعليق حديث يا جماعة بس يفيدنا على البث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 6 شعرات في دقني، هل يجوز حلقهم؟ سيبهم يا أخي، 6 شعرات في دقنك اعمل إيه؟ اتركهم. هم بيخلوا شكلي وحش. هي 6 شعرات هتخلي شكلك وحش ايه بس؟ صلى على الرسول، اترك الشعرات. بس اصبح جيدا الحمد لله خلاص. السلام عليكم. ابراهيم موسى يقول بس ممتاز الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا سميك، كنت عايز اسألك سؤالين. اتفضل. هو جلسة الشروق لازم وراها على طول اصلي الضحى ولا ممكن انام ولا اعمل الحاجة اصليها عادي؟ ممكن تنامي وتصليها عادي. طيب لكن الافضل إيه؟ الافضل كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى يا ابن ادم صلي لي 4 ركعات اول النهار اكفيك اخره. بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. عايزين نسأل فضيلة الشيخ مصطفى عن بعض الأسئلة. والله تعبت يا ابني. الله وكبت عليك. اتفضل. خلاص تعالى. السؤال الأول، لو أنا أصلي إمام، لو أنا أصلي سواء إمام أو مأموم. وبعدين سمعت الراديو بيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل أصلي عليه؟ أم أكمل صلاتي؟ يمكن أن تصلي عليه وإذا أكملت صلاتك هذا الأصل. جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك يا شيخ محمود الله يحفظكم. تفضل. عندي سؤال شيخنا. تفضل. رجل وضع عمال في البنك باسم زوجته. نعم. والفائدة اللي طلع من المال يسدد به الضرائب. أنا قلت لك لا أستطيع أن أفعل هذا ولا أفتي بهذا أبدا. لا أجوز وضع فوائد البنوك في الضرائب التي عليك، لأن الناس ستعود عليك بالفائدة. نعم. الله يبارك فيك. شكرا. جزاك الله خيرا شيخ. حياكم الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وفيك يا شيخ محمود الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل الله يحفظك. وإني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين يا رب. شيخ مصطفى، لو الإمام طبعا غايب في المسجد، في حد هيدخل بس قراءته سيئة جدا، يعني وأنا قراءتي كويسة، هل علي ذنب لو هو دخل وأنا؟ لا، ليس عليك ذنب، تقدم أنت إذا لم تكن هناك مفسدة. مش ممكن تكبر الأسئلة شوية عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش يا شيخ مصطفى، عندي بعض الأسئلة كده مقرقاني، بس معلش طول بال حضرتك عليا شوية. تفضل. دلوقتي أنا بقالي أكتر من 5 شهور بصلي في البيت، بسبب إن يعني إمام المسجد هو إمام أواس، لكن يعني مش متقن الصلاة، يفعل الأركان والواجبات فقط. ما لا استطيع ان اكمل وراء فتحه ولا استطيع ان اكمل وراء تشهد. سريع يعني ولا ايه؟ سريع في الصلاه، حتى في الصلاه السريه يعني ما بلحقش اكمل مع الفتحه. شوف امام اخر، مسجد اخر، لان النبي لما راى رجل يصلي بهذه الاوصاف قال صلي فانك لم تصلي. طب ولو المسجد الاخر بعيد عني، يعني ساعات ببقى راجع من دراسه او كده ما بلحقش اروح المسجد التاني. يعني انت تعتقد ان صلاة المسجد الذي انت فيه باطلة؟ ولا انا ما بلحقش، هو الامام سريع، الامام سريع جدا. طب تكلموا الامام، خلي الناس كلها تكلم الامام. ما احنا كلمناها، مش انا بس اللي اشتكيت، هو الامام قال انا بفعل الاركان والواجبات بس. خلاص افعل الاركان والواجبات معه، مش مشكلة. يعني اترك السنن والمستحبات؟ عشان بس اتكلم. لا تترك الجماعة. لا تترك الجماعة. يعني اصلي معاه بطريقته عشان ما تروحش الجماعه في المسجد. هو كيف كم يقول من المرات سبحان ربي العظيم؟ ساعات انا بلحق معاه مره او اتنين بس. قل سبحان ربي العظيم كده 3 مرات. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ماشي، ممكن تدخلها بطريقه مسرعه شويه؟ أسرع عن كده؟ أيوة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهو لا يصبر إلا أن تقول هكذا؟ لا يصبر إلا واحد أو اثنين بهذه. خلاص ما صلي معه، لا تترك الجماعة. والفتحة عليه؟ الفتحة ليه؟ يعني الفتحة هو يتحملها عني لو أنا ما لحقتهاش، وحتى بدل معاه الصلاة من الأول. ماشي، طب اقرأ الفتحة كده نشوف موضوعك أنت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا تجوز شوية لأنك في صلاة، فتجوز بعض الشيء. صلي مع الإمام. بارك الله فيكم يا معز الدجوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. استأذن حضرتك يا مولانا، أنا عندي ولدين اعمارهم قريبه من بعض جدا، يعني ايه اعمارهم قريبه من بعض، يعني الكبير اكبر من الصغير بحوالي 1.5 سنة. تمام. فانا بجيب لبس يعني وحاجات كده، فدايما بجيب لابني الكبير، وزوجتي تقول لي يعني احنا الحاجات اللي تظهر على الطفل الكبير بنلبسها للصغير. هل انا كده كأب يعني علي حاجه؟ يعني بحس ان انا بظلم الصغير معايا، بس والدتي بتقول لي لا ده في يعني لبس لي جديد من اخوه الكبير وبتاع. طيب في العيد كده مره يعني جدد للولد الصغير ايضا. يعني ان انا مثلا بتعامل في حاجات كتير بتبقى كده. انت معاك فلوس ولا يعني فقير؟ الحمد لله ربنا موسع عليك. طيب ممكن اللي يصغر على الابن الكبير تتصدق به. وتجيب لي الولد الصغير وتفرحه يعني. بدل معاك فلوس يعني تصدق. تمام. طب معلش سؤال يعني في العموم، هل واجب العدل بين الابناء ام المساواه بينهم؟ في يعني الواجب العدل الا الاشياء اليسيره اللي فيها تفاوتات. يعني احيانا بحس مثلا لو في طفل مثلا اضعف من الثاني شويه، فبيكون لي جنبي اكبر يعني لحد مثلا ما يشد حيله يبقى زي الثاني. ما في مشكله. لا ما في مشكله في كده. هبات مسببه. الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ ايهاب. يعني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير.
هل يمكنني أن أستشيرك في أمور يعني على الخاص؟ يمكن إن شاء الله. طب رقمي آخره 49، ينفع تتصل بك في أي وقت يعني؟ بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك يا إبراهيم ابن موسى، وفقك اللهم، رزقنا أنت خير الرازقين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيب نعم الشيخ مصطفى، اتفضل. ربنا يبارك في عمرك. وفي عمرك بارك الله. الوقت أنا رايح أصلي الجمعة حضرتك، لقيت واحد بعيد عن الجامع يعني فيه زي استراحة كده، وبعدين فيه زي جنينة قاعد على جنب كده وجايب مصلية وبيصلي، هل دلوقتي الصلاة دي صحيحة؟ يعني مصلي تابع لإمام المسجد؟ تابع إمام المسجد بس بعيد خالص، يعني يعتبر في جنينة في طرقة كده اهوت على جنب بعيد يعني. أيوة. الصلاة كده صحيحة يا مولانا؟ ما نستطيع نقول ببطلانها، لكن خلاف الأولى، لكن الصلاة تصح. طب سؤال تاني ممكن؟ أنت تعرف في الحرم أحيانا يصلوا على بعد كيلو. نعم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا مستشار. آسف سألتني قطعت غلط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الحمد لله. بس أنت جدا كان في أخ سأل حضرتك إن هو متمذهب بالمذهب الشافعي، فسألك حضرتك سؤال هل هو يتبع مذهب الإمام الشافعي في مسألة معينة، فحضرتك قلت له اتبع الكتاب والسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يكن يتبع الشافعي أو الإمام مالك أو غير ذلك. فبعض طلبة العلم زمايلي المتمذهبين مذهب شافعي يعني قالوا لي مثلا الشيخ مصطفى يقول اتبع الرسول، أو ليس الشافعي قد اتبع الرسول، وليس الإمام أحمد اتبع الرسول؟ نعم. والإمام مالك ما اتبع الرسول؟ نعم. طيب ما الذي يحملنا على اتباع الشافعي دون مالك؟ ومالك جالس في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم من غيرهم بسنة رسول الله، ما الذي يمنعني من اتباع مالك إذا كنا سنتبع؟ وإذا جاءني الإمام الشافعي رأي يخلف ابن عباس، أي رأيين يقدم؟ نعم، إيه رأي ابن عباس. هل أمرنا الله سبحانه في كتابه الكريم أن نتبع شخصا بعينه؟ لا. ولا ممكن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يجتهد ويصيب، وممكن يجتهد ويجنبه الصواب؟ نعم. بدليل أنه غير كثيرا من آرائه في المذهب القديم إلى المذهب الجديد لما جاء إلى مصر. وما يعطيك الشيخ ما بيقول يعني هو يعني الإمام مالك أو الإمام الشافعي؟ ما طعنا في الإمام الشافعي يا أخي، قلنا لك بس ولا نلام. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله. طيب ما هذا اللي نقوله، ردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أم أن أنا أتبع الإمام الشافعي في كل صغيرة وكبيرة؟ لا، أنا مش كده، ولا ديني يسمح لي بكده. المسائل التي شذ فيها الشافعي أتقيها. الإمام الشافعي مثلا يرى أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر، والنصوص تخالفه والجماهير يخالفونه. طيب حضرتك شيخنا لو إنسان عامي مثلا، ما المطلوب منه يتبع من يتبع مثلا؟ الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبكم في الله يا فضيلة الشيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. دلوقتي أنا بنتي في سن المراهقة. الله يحفظها يا رب، احفظ بناتنا وبنات المسلمين. وبعدين لقيتها عملت علاقات مع يعني لا تفضح ابنتك على الملأ، كلمني في الهاتف الخاص احسن. الله يبارك فيك. طب ما انا مش معايا رقم حضرتك. 0-5-3-3-8-3 استاذ حضرتك مره ثانيه زي ما قلت 0-5-3-3-8-3 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير، الله يبارك فيك. كيف أموركم إن شاء الله في أتم الصحة والعافية؟ نحمد الله ونشكره، الحمد لله.
ما عندي اي سؤال، لكن عندي اود ان تعطيني نصيحة. والله اولا انصح نفسي واياك بتقوى الله، ثم شيء يسير، الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والصلاة على النبي، ثم الحرص على أن تتعلم أكبر قدر ممكن من قال الله قال رسوله، أكبر قدر ممكن من قال الله قال رسوله تتعلمها قدر الاستطاعة. سمعنا في حديث نعم عفوا على المقاطعة شيخنا، تفضل. فما نصيحتك لي يعني كإنسان عامي بس أود طلب العلم؟ والله أولا أعظم العلوم على الإطلاق العلم بكتاب الله، فاحرص على أن تتعلم ولو كل يوم آية، آية من كتاب الله. عندك تفسير؟ أنت متصل من السعودية مثلا، عندك تفسير؟ أنا من اليمن بس عندك تفسير يعني. عندك تفسير ميسرة للعلماء، تفسير الجزائري، تفسير ابن كثير المختصر الصحيح، كل يوم آية في شهر ستجمع 30 آية، كل يوم حديث واحد عن رسول الله ستجمع في الشهر 30 حديث، ومعنى 30 حديث. رتب أمورك. أنت أهل اليمن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتاكم أهل اليمن، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان. لكن الشيخ الألباني قال هذا مختص لقوم أبو موسى الأشعري، يعني كلام الرسول عليه السلام الإيمان يمان والحكمة يمانية مختص بأبي موسى الأشعري فقط. هذا يعني ما سمعته عن الشيخ الألباني، هو قال كده، لكن هل لفظ الحديث يتحمل هذا؟ والله أنت أعلم يا شيخنا. والله لفظ الحديث عام، هذا نحن يعني الرسول بيثبت لكم منقبة وأنتم تنزعوا عنكم. صلى الله وسلم عليه، لكن الشيخ الألباني هو أعلم مننا يعني رحمة الله عليه. ما زال أهل العلم يتداولون هذا الحديث ويريدونه في مناقب أهل اليمن. إن كنت تريد أن تنفي عنكم خلاص أنت حر. لا والله لنا الفخر أن يقول عنا رسول صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طيب العبرة بعموم الألفاظ ولا بخصوص الأسباب؟ أولا أنا ما وقفت على نص ثابت الآن يفيد تقييدها بأبي موسى الأشعري، إنما ورد حديث آخر لما جاء بنو تميم إلى رسول الله قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطينا يا رسول الله، قال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قد قبلنا يا رسول الله. فأهل اليمن لهم بشارات بارك الله فيك، الحمد لله. شاء الله أن يوفقنا للدراسة عندكم يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظكم ويسلمكم، نسأل الله ذلك. بلغ إخوانك السلام، ورجاء لوجه الله الكريم أن تبتعد عن الخلافات قدر الاستطاعة، قدر ابتعد عن الخلافات والقيل والقال، ركز في تحصيل كتاب الله وسنة رسول الله، ركز قدر الاستطاعة، لا تدخل في القيل والقال والرد والمردود عليه وتدخل في متاهة. خذ قال الله قال رسول الله، دع الناس يتكلمون وأنت ابني نفسك، كل يوم تبني لبنة 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 إلى أن تتعلم دينك. حبك الله يا فتح بن عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك مريض؟ خالي؟ أنت مريض؟ لا. طيب لماذا صوتك صوت المريض؟ أنا شيخ لو كنت أنا واحد صديقي كنا عايزين نيجي لحضرتك نحضر مثلا جلسة علم وكده. تعال تشرف بس كده وأنت مصحصح كده، ما تكونش مريض متمارض. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن شاء الله. زلط. حمودة كبر نفسك بقى حمودة، إذا كنت محمد سمي نفسك محمد. حمودة الصغير يدلعونه بحمودة يا حمودة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الشيخ مصطفى. معك مصطفى، تفضل. حبيبي الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم أمين عليكم. أريد أن أسألك سؤالين بعد إذن فضيلتك. اتفضل سل ماشي. السؤال الأول، ما حكم أخذ القرض الربوي عند وجود الضرورة؟ هل ستحبس؟ لو للحبس يجوز؟ قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني لو الضرر بائن يعني. الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تمام. ماشي. بارك الله فيك يا محمد بن حسين. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا سؤال. سائل يسأل، منذ أن كان معي مبلغ من المال لم يبلغ النصاب، وأنا أخرج نسبة 2.5% من إجمالي دخل الشهري كزكاة للمال شهريا، ولا أخرج آخر العام، كم ده منذ عامين، هل هذا جائز وماذا أفعل؟ والله هو من ناحية أظنه أجزأ عنك، لكن الصحيح أنك تأتي على رأس الحول وتنظر إلى المبلغ الذي معك وتزكيه 2.5%. أسلم لك في دينك. العامين اللي فاتوا بقى يسيبهم زي ما هم وما يرجعش لهم؟ لا ما ترجع لهم، لأنك شهريا بتخرج زكاتها. مش رجاء إكمال دروس السيرة لحضرتك، كان في سلسلتين على اليوتيوب بس مش مكتملين. لو حضرتك والله انت ذكرنا الى اين انتهينا وان شاء الله نكمل باذن الله. ماشي. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ايوه نعم. كنت عايز منك على التامين الصحي. التامين الصحي ان كنت مخيره لا تشتركي فيه، مجبره لاستفيدي منه. بس ولك بمثل يا أخ سيد البعلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. معك إبراهيم بن عزت يا سيدي. تفضل يا إبراهيم بن عزت. أريد أن أسمع صحة حديث يا شيخ. سل. حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. سنده حسن. هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم سنده حسن. هذا شيخنا، كيف رأهم رسول الله في رحلة المعراج؟ الله قادر على أن يري النبي ما يشاء أن يريه. الله ليس بقادر. قادر طبعا. ألم يجعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ نعم. ألم تخرج ناقة من بطن الصخرة؟ نعم. ألم تسخر الريح لسليمان؟ نعم. لكن شيخنا معلش، هو جهنم في الارض التابعه كمان. السلام عليكم حبيبي. المستشار سيد الجوهري، احبك الله الذي احببتنا فيه. ابو عمار بارك الله فيك يا ابو عمار وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله، نتقلب في نعم الله يا اخي، والله نتقلب في نعم الله. الله يمتعكم بالصحة والعافية. يا رب وإياك يا رب، يا رب وإياك يا رب. أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا. وحياك. نستأذنك بس في سؤالين يخص والدتي أم. تفضل. السؤال الأول، هي كبيرة في السن وتصلي وهي جلوسا وقياما، إنما لا تقوى على السجود. هي بقى بتستفسر هل ذلك ينقص من أجرها شيء؟ نعم. تقول هي بتصلي، هي تعجز عن القيام، تعجز عن القيام، صلي جالسة ما في مشكلة. تمام، لا ينقص من أجرها شيء إن شاء الله. ما دامت عاجزة لا ينقص من أجرها شيء. طيب سؤال تاني يا شيخنا إذا سمحت. تفضل. بارك الله فيك يا دكتور. هي تشترك لأداء العمرة. طيب. ولكنها جسديا لا تقوى على ذلك، هي ماديا تقوى على ذلك. إنما استطاعتها الجسدية لا تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أصبحت من أصحاب الأعذار إلا إذا كان، أو جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. يعني يجوز أداء أحد أبنائها العمرة نيابة عنها؟ نعم، في حال عدم استطاعتها البدنية. ماشي يا مولانا. طب كم ساعة عبد الرحمن؟ بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، وتجاوز يا ربنا عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا في عليين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم طيب أقوالنا
حسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسدل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.